شكرا لربي، شكرا لربي اللي خلقنا قادرين بننجز وسبقنا، جنتنا هي قلوب الناس وبنعمة الحب رزقنا. شكرا لربي اللي خلقنا قادرين بننجز وسبقنا، جنتنا هي قلوب الناس وبنعمة الحب رزقنا. شكرا لربي، شكرا وشكر الله موصول طبعا قليل ومهما نقول، شايفين بعيد في خط وصول والمستحيل مش مبدأنا. اهلا بيكم مرة تانية على مسرح وزارة الشباب والرياضة. استمتعنا مع بعض في الثلاث مجالات اللي فاتوا بالأصوات الرائعة اللي سمعناها في مجال الغناء الفردي، وكمان سافرنا مع ذوي الهمم في رحلة على أنغام الموسيقى من خلال العزف الفردي، وأخيرا سافرنا في رحلة روحانية في مجال الإنشاد الديني. النهاردة في رابع مجالات مسابقة إبداع قادرون لذوي الهمم، واللي بتعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتنظيم الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للجامعات بالتعاون مع الإدارة المركزية لشؤون الوزير مكتب قادرون باختلاف. النهاردة مجال مهم جدا، لأن من خلاله مش لازم نتكلم، ولكن الإيقاع والحركة وكمان التعبيرات بتعبر كتير جدا من خلال الفن. النهاردة معانا رابع مجال من مجالات إبداع قادرون لذوي الهمم، وهو مجال الأداء التعبيري. خلونا مع بعض هنبدأ بأول عرض من العروض في مجال الأداء التعبيري في إبداع قادرون لذوي الهمم.
Thank you.
خليكوا يا اولاد زي ما انتوا زي ما انتوا زي ما انتوا زي ما انتوا. اين المدرب؟ اين المصمم؟ في حد طالع لسه؟ لسه. طب يلا نكمل. يلا انا اسف انا افتكرتكم طالعين. طب انا اسف. يلا نكمل. اسفين للازعاج. يلا خير يا ولاد. انتوا امارات، انتوا امارات شاطرين قوي شاطرين. يا عمور الحمد لله على السلامة، اخيرا ظهرت. كان بقالي سنتين ثلاثة بدور عليك، اول مرة تظهر. بعدين لازم نظهر. نتكلم على الجاكيت ولا نتكلم على ايه؟ رأيك يا عمور؟ انت عامل ريفرنس كبير يا عمور. يعني احنا يعني ايه علشان ماشي خلاص. انا بس كنت يعني انا عمرو بس كنت طلبت منك حاجه، انك تبقى تبص. انت جي انت كنت من اول اليوم موجود؟ طب اتفرجت على اتفرجت على العروض اللي قبل كده؟ عشان دايما بيبقى في في منطقه، يعني ببقى عايزك عايز دايما المدربين ودايما الفرق المصممين والمدربين يتفرجوا على شغل كل الناس اللي اشتغلوا على الاقل في اليوم ده. سيبك يا دكتور الايام، يعني طبعا الواحد سعيد جدا طبعا، متشرف طبعا الاول بوجود حضراتكم، لجنه متميزه جدا يعني، وبنشكر وزاره الشباب بصراحه على المهرجان ده. يعني الدكتور محمد تعب في مسابقه كان اسمها الحلم المصري، عدد سنين لغايه لما اتطورت ووصلت بقت دلوقتي. احنا بنشكركم بجد، ويعني دي حاجه جميله جدا. لو تفتكر يا دكتور احنا في سنه في ابداع دخلوا القدرات وقالوا في حركه، فاكر السنه دي؟ وايام كانت لسه عدد الفرق قليله جدا، ان احنا فرقتين ثلاثه اللي شغالين في مصر كلهم في المجال دون. فايامها كنا احنا عملنا مناشده لكل زمايلنا في المحافظات الفرق، يعني خدوا من وقتكم، يعني سيبوا الفرق بتاعت الوزاره وفرق الثقافه واشتغلوا شويه مع الاولاد، هتتبسطوا لان احنا بنتبسط، يعني احنا بنروح نتبسط معاهم. وبعد كده طبعا الاستاذه عملت مسرح الشمس، احنا برده الحقيقه على الفكره الجميله احنا كنا شاركنا برده. طبعا.
طبعا طبعا كنا شاركنا في الافتتاح معاها، جينا من بورسعيد وعملنا فتره هناك. وطبعا الدوله الفتره الاخيره سياده الرئيس اهتم جدا بالولاد دول، فهي قصه ممتعه. يعني احنا قصه ان احنا بنروح نشتغل معاهم، بنروح احنا اللي بنتبسط. فالنهارده ما شاء الله بصراحه شفت مستوى الفرق والناس شغاله، يعني في تطور وفي فرق كتير بدات تهتم بالموضوع. انت عارف عمرو، انا بيهمني الحكايه دي دايما، لانه دايما بتبقى في دايما مشكله في الفرق، ان المدربين والمصممين بيبقوا شايفين شغلهم بس ومش شايفين الاخرين، ودي بتبقى عامله مشكله. كويس، فانا يهمني المره دي تحديدا. احنا في ابداع بنقعد كله يا دكتور. طيب تمام تمام. انا عايز اقول ان الولاد امارات والبنات امارات حلوين قوي وعاملين مجهود كويس، برافو عليكم. وانا هسيب بقى الاستاذه وفاء. ايه الحلاوه دي، شاطرين، برافو عليكم. ممكن تسقفوا لنفسكم؟ عمرو انا عندي بس تحفظ على ان يعني احنا متعاليين عليهم شويه. يعني انت فكرت في اكتر من فكره في اتنين تابلو، يعني كل تابلو في تزيليه او يعني اوفرتير غير فاحنا لازم يبقى عندنا الفكره داشنج هوب هندخلين على التابلو ده، من وجهه نظري كموضوع. انما ما اقدرش اتكلم في الخطوه كده وفي اساتذه موجودين. يعني بالنسبه بقى للملابس، يعني برضو من مودرن لكلاسيك، مصري اسلامي جامد. يعني في هنا انت عارف ان في جايزه للملابس، فهنا انت عامل شوشره جامده خالص. فارجوك بعد كده ركز خاصه مع الفئه دي، انت عايز ايه، وهم انت بتتكلم بلسانهم مش بتتكلم بلسان عمرو، ولا بتوجه لنا احنا كلام بيهم، لا هو منه ليه. يعني ارجوك ما نتعلاش، يعني في افكار اتقدمت النهارده اعلى منهم، فبعد كده لا، يعني خلينا هم بيعملوا ايه يفرحوا بيه يفهموه، نعلي من قدراتهم من خلاله. وحضرتك احنا كل طبلوهاتنا دايما، انا يعني احنا دايما بالنادي اصلا باللي حضرتك بتقوليه ده، احنا اصلا يعني احنا اصلا. طب انا ما شفتش الندى بتاعك ده في هنا النهارده، انا شفت تعالي شويه في الافكار. لا هم احنا مش حضرتك في حاجه، بس فكره مصر دي بره، يعني احنا دايما يعني حتى مع الاولاد احنا دايما فكره مصر معانا، فاحنا كنا بنحاول نقول ان مصر دايما هي اللي موجوده، وان الشر مش هيقدر علينا يعني في منطقه مصر، يعني ان احنا دايما مصر معانا. انا عارفه انت عايز توصل الحكايه لحاله حميميه، احنا حتى الفرقه بتاعتنا اسمها قوه في قلبي، يعني احنا حتى اسم الفرقه مخلينه. انا بتكلم على التابلو الموضوعات. تمام، يعني ممكن ده تعمل لهم بيه ندوه سيمينار، لكن انت داخل بعمل، العمل ده يجب ان هو يكون مقدم للموضوع مباشره. تمام اوكي. بس برافو، انا شايفه ان انت عندك طاقات، وانا شفت بنفسي عندك قدره على التدريب اكتر من كده بكتير، فما تبخلش على الولاد، لان النتائج اللي قبل كده اللي انت قدمتها لي كان فيها جهد مبذول اكتر بكتير، فاستمر على الجهد الاولاني وطور من الولاد اكتر من كده. شكرا. انا مش هطول عليكم، انا انتوا عجبتوني جدا المره دي. يمكن التابلو تاني بس ملاحظتنا ان هو طويل، ومش هنقدر نفصل العرض الاساسي مع الفينال، لان انتوا استغلتوه. يعني انا كنا ممكن نحسبه ان هو تحيه بس. لا لا، انت عملت انترودكشن الاول اللي هو الخير والشر، وبعدين دخلت على فيها حاجه حلوه، وبعدين عملت الريفرنس. فهو دي المشكله، في زمن في زمن. يعني احنا بنقدر نفصل الريفرنس لو هو في حاله ان هو ما فيهوش جزء راس كبير كده، لكن انت كنت مستغله وكان الولاد بيكملوا، فاحنا عندنا الوقت 8 دقائق ونص. تمام، فيعني دي مشكله. انا ببقى زعلانه ان لما يبقى لوحه كامله حلوه ويبقى فيها مشكله ما نقدرش نتجاوزها لان هي في اللائحه. فارجوكم ارجوكم يعني خدوا بالكم من كل الكلام، وعادي جدا ان احنا نبقى مش متفاهمين جزئيه فنرجع فيها للي حط دوت او اللي بعت لنا ده. فانا يعني مثلا لو انت عندك 7 دقائق التابلو، طب ما تعمله 6.5 وتعمل ال 30 ثانيه هو الريفرنس. واخد بالك ازاي؟ عشان انت في الثاني تحديدا عملت انترودكشن، وبعدين عملت كده، وبعدين عملت ريفرنس كله على بعضه، ما هي ده بيتحسب من الوقت. فبالك ده يطلع. تمام يا دكتور. انت فاهم الكلام ده؟ تمام، وصل. بيطلع ال 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 بره المسابقه. احنا عملنا حاجات يعني كل التعب ده، واخد بالك، وبعدين تيجي في حاجه انت ما ركزتش فيها
تقوم انت ايه مش عارف اقولها لك. حاجه اخيره بقى للتجويد، يعني انت بتعمل جمله حركيه كويسه جدا، محتاجه تدريب اكتر واكتر، لان انت الولاد عندك شاطرين ومتعودين على المسرح وبيشتغلوا كتير، فخلي الجمله بتاعتك تبان اكتر بالتدريب. بس كده تمام، وزي القمر كلكم جميل. شكر جدا، برافو. يا ولاد
خليكوا على المسرح. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. فين المدرب؟ فين ال اهلا اهلا اهلا. تمام. مساء الخير، الحمد لله على السلامة. انت اسمك ايه بقى في النص انت؟ لا مش انت حبيب قلبي، انت ايه؟ محمد عبد الله. اول واحد. كويسين يا بنات امارات والولاد حلوين. اتفضلي يا
الحمد لله على السلامة. ما فيش كده شوية أم الخلول ولا حاجة وأنتوا جايين؟ المانجا بقى. ازيكم؟ دلوقتي أواني المانجا. ده طبيعي التفاح ده؟ طبيعي؟ طب أقطمي كده. هي نفسها. برافو، أحسنتوا. برافو، أنا مبسوطة بضحكتكم على المسرح وأنتوا بتشتغلوا مبسوطين باللي أنتوا بتعملوه، فأنا مبسوطة جدا. أنا ما عنديش تعليق، برافو، ومعكم الدكتور. شكرا. إزيكم؟ وحشتوني يا جماعة. العرض كان كويس قوي، الرقصتين كانوا حلوين وعلى مستوى كويس، بس هي الرقصة الثانية مش السمسمية، هي المعالق مبدئيا يعني. الولاد نعم ضم فيها تشكيل من الاكسسوارات، بس هي حاجه واحده بالنسبه لهم عشان الكلمات. مستمع حضرتك تاني. الضمه نسمع العلوي او الفرح نسمع العلوي، بقى في تشكيلات من الاكسسوارات، يعني احنا عندنا معالق، في سمسميه، في الازايز. انت اشتغلت بايه اكتر ولكن حاجه؟ ولكن انا عشانهم هم كمان يعني بديهم اكسسوار واحد بس يقدروا هم يتعاملوا معاه. طيب انا مش معترضين، لو كنت كتبت الضمه احنا كنا هنفهم ان انت مستخدم اكسسوارات، ما احنا عارفين ان انت عندك الضمه، بس انت قايل سمسميه، انت حددت انت هتشتغل بالسمسميه، الموسيقى شغاله اكتر سمسميه وانا فاهمه ده، بس انت مستخدم اكسسوارات معالق، وطول الوقت الولاد معتمدين على المعالق، فهي اسمها المعالق ما اسمهاش سمسميه. تمام. الولاد التصميم كان كويس، محتاج تدريب اكتر، تركيز شويه في التدريب برضه. تمام. انا عايز اعرف اسمك. علي رمزي. علي عندك كم سنه؟ 24. مش باين عليك يعني مخلص تعليم. عندك اخوات؟ عندك ايه؟ اخوات بنتين. تمام. اسمك علي ايه؟ اسمي علي وهاب السيد. اهلا وسهلا يا علي. طيب انا بقول لكم كنتوا كويسين ويلا برافو، ونشوفكم السنه الجايه واللي بعدها وكل سنه ان شاء الله. ميرسي. النوته بس، انت اسمك ايه يا حبوبه؟ لا مش انت حبيبتي اللي جنبك. منى. منى. منى سليم. وانت اسمك ايه؟ صفا. انت اسمك ايه؟ اسمي صفا. شيماء عادل مصطفى. واللي خلو محمد تاح. سارة. أحمد فخري. ماشي. أحمد محمد. ماشي. شوكولاتة اسمك إيه؟ محمد عيسى ويلا. إيه؟ محمد عيسى ويلا. لا أنا هسميه شوكولاتة يا أخي، هو راجل تعب. أنا بالنسبة لي شوكولاتة. وحضرتك بكار. أنا بحب الشوكولاتة، فأنا هسميه شوكولاتة. أنت بقى سميه بكار زي ما أنت عايز، براحتك. أحمد رجب. أحمد رجب. والعمدة. محمود ممدوح. إيه؟ محمود ممدوح. ممدوح. محمود ممدوح. محمود ممدوح. ماشي. وانت بقى اسمك ايه؟ الحسين احمد الكوني. الحسيني. الحسن والحسين التوأم. اسمع لي معروف. الحسين مصمم. الحسن احنا توأم. الحسن والحسين عند حضرتك. الحسين مصمم تصميم. مصمم ومدرب في نفس الوقت. لا الحسن والحسين. في حسن وفي الحسين. ايوه الحسن والحسين توأم. حسن وحسين. اسمع لي. طب فين التاني؟ لا هو حصل له ظرف، فانا فانت طالع بالمنظرين. طب روح لك الناحيه الثانيه. ايوه غلط فهمت. ماشي برافو عليكم، ميرسي يا جماعه، اتفضلوا. شكرا. اتفضلوا. باي 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 باي. كنتوا حلوين قوي.
خزين العين يا رب
هنين وفرحنا هيغرس بالليل هنين 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 قد الضجيج خزين العيلة يا رب كلهم هنين وفرحنا هيغرس بالليل هنين 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 خزين العيلة يا رب كلهم هنين وفرحنا هيغرس بالليل هنين 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 يقدر يقول الكلمة من غير ترجمة بحلمي كل في يوم كيان واخد مكان واوصل لأحلى من نما الشمس نور عشان يبان لازم تكون الدنيا حد فينا احنا معاك هتكون في يوم بطل الحكاية بنش للناس بالعيون
ما تخرجوش ما تخرجوش، اوعى تخرج، اوعى تخرجوا، اوعى تخرجوا، اوعى تخرجوا، ارجعوا تاني. مساء الخير يا بنات، مساء النور يا شباب، رجاله برافو عليكم، هايلين شاطرين خالص. انا عايز اكلم البنت دي، اديها المايك. ازيك؟ الحمد لله. اسمك ايه يا حبوبه؟ ياسمين خلفتعت. ياسمين شطوره، ياسمين انت شطوره ومبتسمه وحاسه الكلام وترقصي حلوه قوي. لازم اقول لك بتاع البنات كلهم امارات والولاد كلهم امارات، بس ياسمين مركزه قوي في المعنى وفي وشاطره، وبرافو عليكي يا ياسمينه، برافو عليكي. تدي القمر دي بقى ال ايوه طبعا. اسمك ايه؟ اسمي هبه. هبه؟ ازيك يا هبه؟ هبوبه ازيك؟ ايه انت هايله شطوره وطول الوقت بتضحكي، وقمر قمر وشاطره، كلكم شاطرين، الولاد شاطرين والبنات شاطرين. على فكره احنا سعداء بيكم. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي يا حبيبتي، احنا اللي سعداء بيكم ومستمتعين بيكم. ممكن اقول معلومه؟ يا ريت. كابتن محمد الشكري ليه طبعا. طبعا كابتن محمد الشكري ليه. وعلى راسه. ايوه محمد المصمم ولا المدرب؟ لا المدرب طبعا. المدرب فين المصمم؟ انت المدرب وهو المصمم؟ طيب انتوا الاثنين شاطرين، عاملين شغل كويس قوي، برافو عليكم. والفكره بتاعه الرقصه الاخرانيه هايله هايله هايله، برافو عليكم، برافو عليكم. هو اللي انا قلته قبل كده للفرقتين اللي فاتوا انتوا طبقتوه، فانا بشكركم اختيار الموضوع ده، مهم جدا جدا ان هم يقدموا بنفسهم هم عايزين يقولوا ايه. بشكركم ان انتوا اخترتوا الموضوع. شكرا على الخلفيات اللي انت كنت انت طبعا اللي كنت بتحطها، فكانت ذكيه جدا. الملابس كويسه. انتوا كلكم الصبيان جمال قوي، تسقيفه كبيره للصبيان. انا بشكرك على اهتمامك بالملابس الى حد كبير جدا جدا، بجد انا مبسوطه، اشوفكم تاني واحسن واحسن تكونوا. خلاص ان شاء الله. انتوا مسك الختام بقى النهارده، برافو عليكم، الشغل حلو جدا. لوحتين مسك الختام، مسك الختام تاني. اللوحتين التزمتوا فيهم بكل حاجة، سواء من البيئة المحلية أو الموضوع التاني، نوعتوا وغيرتوا يعني خرجتوا برا الأفكار التقليدية، فبرافو عليكم كويس جدا. أنت أول مرة تصمم؟ أول مرة تدرب، وأنت اللي مصمم أنا عارفاه، أنا شفته قبل كده، لكن أنت أول مرة تدرب، برافو عليك. التدريب كويس برضو، وأنا يعني أكيد التصميم حلو، بس بيبقى مهم قوي التدريب للفئة دي، يعني التدريب يمكن عليه عامل اكبر من التصميم، فده حاجه كويسه جدا. بالتوفيق وان شاء الله نشوفكم احسن واحسن. شكرا شكرا, شكرا.